بلش تسجيل. يا رب يا رب سامحنا على اللي عملته. حبايبي لا ينصح بمشاهدة هاي الحلقة مع أحد أفراد عائلتك ولا حتى لحالك، ولا ينصح بمشاهدتها أصلا، تمام؟ يعني حاول تحضرها وانت مغمض، يعني بس اسمع ولا حتى تسمع، يعني مش لا تحضرش من الآخر. آخ يلا افتح أول صورة يا ليو. صباح الخير صباد، صباح الليمون عليك يا حنون. تمام، يعني خلينا هل الفكرة ان احنا نتعلم من الاخطاء، تمام؟ مع انه هون التكوين حلو، بس مثلا كيف اللون الاخضر، الخلفية كلها لون اخضر ولون الخط اخضر، فطالع اشي سيء. غير هيك الستروك الاسود اللي تحت والاوفر اكسبوجر اللي مدمر التفاصيل هون. يا الله وين اسماكم؟ بلشنا صحيح. لمين هاي الصورة؟ شوف هاي، هاي شفتها، اعلانها من وزارة البستان. فقدنا وردة على هيئة انسان وعثرنا عليها تقرأ المسج الان. صباح الخير يا احلى وردة حبيبي. محمود ديا هي حاط اسمه هيك قوة قلبكم. ايوة يعني معطي ستروك مع ظل، ستروك احمر على خلفية حمراء، وموزع التكست على كل الصورة زي هيك. يا الله جميل، خلص ستايل واضح، ستايل خلص بدنا نطلق عليه ستايل جروب العيلة، لانه نسوان الحارة بيكون صغير انه بس على نسوان الحارة، فجروب العيلة كل افراد العيلة بتشارك فيه. اوكي صورة وردة، صباح الخير مع الظل، يعني ظل لا تكست اسود ومحطوط وراء بقعة دهان. جميل جميل جميل، والله انه فن يا اخوان، فن جد مش شيء سهل. الى اعز اصدقائي صباح الخير والسعاده، موقع فن صباحات. هات ياسمين. لا بالعكس، هاي يعني هيك مرتب شوي. بس هون الى اعز اصدقائي اللون الاحمر ايش ممكن نحسنه، لانه مبين انه سيء، بدنا نعزله عن الخلفية نخليه بلون ثاني. يعني صحيح، واحدة من التركات اذا بدك تبين نص على الصورة خلي، وهاي يستخدم على مستوى العالم يعني حتى بالترجمة، بتخلي الخط لونه ابيض وبتعطيه اطار اسود، هذا بزبط على اي خلفية شو ما تكون، فورا الكلمات بتكون واضحة ومبينة، تمام؟ بس هون لسه تعتبر جميلة، هاي مش زي اللي بتنزل على جروبات العيلة اللي بكون النص ممطوط خربان والصورة بالزاوية مش مكسوسة صح. يعني هون ما قدرت تقاومي الغريزة الفنية اللي عندك. أما على العكس هون لا زاوية ولا اقتصاص، قلب حب، هذا مشهور جدا على جروب العيلة، قلب حب مع سهم. صباحكم صبر بدون شوك مغروز بين يا الله يا ويل قلبي. صباح الخير يا الله، والله انكم مبدعين، اقسم بالله انكم مبدعين. انا برجع بعيد وبكرر، هذا مش شيء سهل ابدا، مش شيء سهل تعمل الغلط. اباي حتى اسمه اسامه طلع التكست مع الابيض. يسعد صباحك بكل خير حبيبي اسامه. جميل جميل. لا هون في نظرية الألوان، يعني شوف استخدام اللون الأخضر مع اللون الغير مكمل إله، أنت فاهم؟ يعني عادة الألوان بتكون مكمل بعض، هون ألوان بتخرب بعض جد. لو تيجي تحسبوها بكون اللي بدي يصمم بالبوستر بكون الأب أو الأم بدها تبعث على جروب الحارة إلى آخره، أو العم، فهو ما عنده أي خبرة نهائي بالتصميم وما شاف بوسترات من قبل إلى آخره، شاف قرمات المحلات، يعني التغذية البصرية اللي عنده اللي هي الموجودة بوقته الحالي، قرمات المحلات، الأشياء اللي بتنبعث على الجروب أصلاً، فبتكون أول تجربة له بالحياة وآخر تجربة بعديها، إنه لسه عم بجرب يحط النص هيك بشكل، وما بأخذ وقت لأنه هدفه الأول والرئيسي يعمل إشي سريع وبالنسبة له يكون شوي مختلف، مش حلو، شوي مختلف. فبتلاقي بختار لون غير، فونت غير، تمام ابعث بدي خلص بسرعة. ممكن نحكي هاي الصفات هذا الفن العظيم العريق. هون صباح يا الله، هاي مش سيئة، هاي مش تلوث بصري،
هاي جريمة قتل هاي. تمام. بس لا حتى العقروب العيلة بيكون عنده شوية زوج انه بيطلع هاي تيبيكال يعني هون عامل استرتش للقلب الحب والصورة اللي ورا صباح الخير على الأطراف واصلة مش قاصة صح يعني لاحظ الكل الاختصاص عندهم انه بين الكلمة بالنص بالضبط يعني في فراغات يعني انت هون ماشيين صح لسه قلت لك والله ما هو سهل بس هاي يعني هذا يعني اتوقع هاي اد من عقروب العيلة صاحب هذا الصورة يعني هو البوس او بسموه بكاس العيلة هذا اخذ عليها جائزة نوبل هذه الصورة جيلة جيلة رهيب صباح يا الله ايش اللي عملت بحالك الله اكبر منتديات خواطر ايش النسيم يا شوف القلب حب يا الله صباح الخير لأحلى طير صباح الحب لأطيب قلب صباح الهنا لعمري النش انا اسست وامد فريرا تعالي شوفي وين حطي صورتك يا راس انا جت صفت لأولها هيك انه حمامي فكرتها حلا يسلم ايدك يا حلا شكرا لسخرية القدر هاي هذا التحدي هو اكثر اشي راح يتفاعلوا مع الناس لانه قد ما كنت انت فنان قد ما كنت موهوب صورك حلوة الى اخره اول اخر المحتوى الوحيد اللي راح يتفاعلوا معاه كل الناس اللي هو المحتوى المضحك بالنسبة لهم هذا هو السيد هذا هو التوب الكينج ان شاء الله لو كنت بكاسو تمام فحلو كل فترة وفترة تركزوا هذا المحتوى وانا بقولكم من هسا اعلى فيديو يوتيوب عندي مشاهد راح يكون بتعدي 30 صورة هذا التحدي لانه لكل الناس مش بس للفنانين للناس بدها تضحك فحلو كل فترة وفترة تعملوا هاي التحديات والافكار حبايبي ما تستعملها وبالعكس يمكن تعمل تسويق للي حاط اسمه تحت اكثر من كل صوره نشوف فون ابي الصوره بدها حرق يا حتى اسمك يعني معطي جلو احمر على تكست احمر تمام بس منصصها يا عمي يعني لسه في عندك كيكة كومبوزيشن اوفر اكسبوجر رهيب جميل العب لا صباح الخير الى القلوب الصافيه والنفوس المعطاءة والارواح الهادئه ما شاء الله وتطلع كيف هيك حاطه لهاي الجهه مش مقصوصه صح يا الله جميل جميل جدا هون اباي هاي جبنا الاصل يعني هذا هو مخترع الستايل شكله مين الاسماء ماجد درويش يطلع يا عمي فنان فنان يا ماجد بدنا اكاونت ماجد نبعثه على جروبات العيلة لانه مبين عليه محترف بهذا الستايل يعني انت لازم تستلم جائزة وال صباح الخير للحلوين يحرم يحرسهم رب ابن الحاسدين يالله بيس اوف مايند ما شاء الله ما شاء الله جميل 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 لا هاي مش عقروبات العيلة هاي لوحة هاي جميلة هاي بالعكس هاي بشكل حلو ايش يا ايمان لا بدنا هاي بتنبعث على جروب العيلة بتردوكي منها هاي مبين انه مش من الستايل الجروب العيلة لا هاي مختلفة عن البقية هاي فيها لسه تصميم فيه هيك خلفية حلوة الوان هادية مش فاقعة والنص بالنص مش مقصوص بشكل غريب لا هاي مش هاي مرفوضة شوف مثلا شوف شوف الفن يا إيمان بالنص الأحمر مع الـ الـ الحركات اللي باللون الأصفر صباحك يختلف نوره تتفتح ورده وزهوره تبشر بالهنا طيوره صباح الخير وسروره الله يعني هاي أنا أتوقع اللي بصير على جروب العيلة إنه لما يستقبلوا هيك صورة ويقرؤوها بيحسوا بفرحة تمام لأنه هم فاهمين على بعض أوكي إحنا الجيل الجديد وعلى فكرة يمكن الجيل اللي بعدنا ممكن إنه جد يضحك على الأشياء اللي بنعملها هسه ما بتعرف بس أنا بأكد لك إنه اللي عمل هاي الصورة بالنسبة له هاي تعتبر لوحة فنية زي الموناليزا إنه تعب عليها وإنجاز لأنه ما أتوقع في حدا بيعمل أكثر من واحدة
يعني هو بس مرة واحدة بيعملها بالحياة بعديها خلص بيكتشف انه مش لازم يكمل صراحة. تمام؟ يعني اذا كمل طبيعي المخ لحاله يصير يتدرب ويتعلم من الاخطاء. ايموجي لا هاي يعني هذا جروب العيلة بس يعني اللي بيستخدم الايموجي اللي هو الولد الصغير اللي بيقلد ابوه اللي بينزل على جروب هاي القصة. صباح الخير للناس الغير يعني لحال هالكلمات ابداع لحاله البيت الشعر اللي بنحط ابداع. هاي واحدة من اساسيات هذا الفن صح؟ كل ما كانت الكلمات رايقة وهيك بيت شعر راوية ها التفاصيل البسيطة كافية جدا لصنع صباح مدهش جميل. يعني اتوقع يعني هاي بردوا عليها بالجروب انه شكرا جزيلا يسعد صباحكم. تعرف والله لازم نجيب الاهالي والله الاعملها والله الاعمل تحدي اخلي الاهالي ييجوا جد يصمموا ويصوروا صورة مع اولادهم بس هم يكونوا اصحاب الفكرة هم الدايركتر هو المخرج بس لانه ما بعرف يمسك كاميرا ويصمم يخلي ابنه هو يطبق مشان والله فكرة ايفنت سعيد. اذا بتحضر الفيديو هذا الايفنت لازم نعمله نجيب المصممين واهليهم وخلي الاهالي يتحكموا بكل اشي المصمم يضل ساكت هيك يحط له زيقة ثمه ولا يناقش يتبع زي ما بده ابوه بالضبط مشان نشوف الفرق والفرق الشاسع بين جيلنا وجيلهم. يعني اطلع هاي صباح الخير والورد والياسمين على الغاليين مش ندى مش ندى تمام ووتر مارك. شوف الحمام اللي هون الورد كل يعني ثلاث انواع فونت. لا استنى شوي يعني هي عارفة شو عم تعمل. صباح الخير فونت الورد الياسمين فونت مختلف على الغاليين مختلف فونت ثالث كل واحدة لون الظل الأسود هون بدون ظل. لا هي عارفة شو عم تعمل يعني هي غلطانة وعارفة ايش الغلط. صباح الخير والسعادة بس لا هاي لا ما عمري شفت زي هيك. هاي دائما على جروب العيلة بخلوها باللون الأبيض الأحمر الفاقع يعني بتكون استنى فرجيكي يعني بتكون زي لون الورد. هات نخليها على اللون الأسود نقلب لونها زهرية اليوم. الله يسامحك اللي بتعمله اليوم الله يسامحك تقريبا زي هيك وبتكون لون أحمر فاقع أيوة زي هيك مثلا هيك أو لون أحمر. ها مين صاحب هاي الصورة؟ الأسود لا يليق بهذا الفن. نشوف هاي لا استنى شوي مين يا معتصم. لا يا حبيبي يا معتصم هاي مش من الستايل أنا زعلتني والله. لا يا عمي هاي لو بعثت على الجروب بيعطوك ترقية هاي بيعطوك مش جائزة بيعلقوا صورتك بحطوا صورتك على الجروب هاي ما بتلقوا جروبات العيلة هاي مستواها عالي ما راح يلقطوه. كيف احنا بنضحك هلا على الصور الفنية هاي اللي بتنباع بالمليارات ومش مستوعبينها. نفس الاشي هاي اذا بعثت على الجروب راح يصفنوا انه مين الاجنبي اللي موجود بالجروب. صباح العافية لأصحاب القلوب الدافية جميل. يلا انا شو عملت ايش الفاجعة اللي عملتها يا ليو ما شاء الله جريدينت من تحت أبيض لزهري فوق مع زهري من هون. صباح العافية للقلوب الصافية عسى أيامكم كلها عافية. صباح الخير يا سامي شكرا جميل مع الورد. يعني شوف كيف الكلام مغطي على الوردة مثلا مخرب دينها للوردة زهري مع زهري جميل إبداع أو كثير. صباح الخير والعافية لأصحاب القلوب الصافية هاي شكلها وصلتكم لحد ما استويتوا يا جبان الجوري. شوف الاسم وين مخبى جبان الجوري. تتوقعوا في واحد من الجروب العيلة بكتب اسمه على الصورة من تحت ما بحطه صح؟ هذول فنانين مستواهم عالي إلهم بصمتهم فيش داعي يكتب اسمه على الصورة مبين حقوق مبين البصمة الفنية جد. يعني احنا جيل طلعنا على هاي الصور ايش متوقعين منا يطلع منا بكاسو مثلا. حول الله يا رب الحمد لله عملت هالتحدي ننشر الفن يا الله. طيب جميل العصفور يعني صورة قوية مثيرة للمشاعر بس على الاقل اللون الازرق هذا الستروك الاطار من لون العصفور يعني ممكن ها جميل. صباح خير العافية جميل.
لا استنى شوي نتفق على شغله. قد ما كان الستايل بضحك وكذا كله كل الصور اللي وصلت على الواتساب كلها الهستوغرام تاعها صح. نتفق على الشغله من هسه. ولا مره شفت الهستوغرام غلط. ليه؟ لانه الصور من الانترنت اصلا، مش هم اللي بعدلوا على اضاءتها، فهي قبل وهي بعد. خلينا نتفق على الشغله تمام. ما تخرب الهستوغرام حرام. فصباح الخير مع كاس قهوه بعرف شو دخلها، مع انه انا بحب الشاي مثلا مع قلب حب دم بسيطه. هي مستخدم نظريه الالوان كمان، اللون الازرق مع البني جميل هون. يا اوه لا هذا مش البيج بوس. مين اللي عمل هاي؟ هذا في هذا عنده خبره. صباح الخير وتظل الحياه حلوه بوجودكم. شوفكم قص المين بس هاي شو جاي من الانترنت جاهزه. استنى صوره مجله ومصور ورقه صح، ولا جايبها من الانترنت لانه هاي مش مركبه تركيب مش عارف. بس هاي مستوى عالي جدا يعني. هاي مش مصمم عادي هذا، ولا سينيور، هذا ارت دايركتور، هذا صاحب شركه يعني. الخبره هون مبينه صراحه. مش بدي اعرف مين صاحب هاي الصوره. من اجمل العبارات شوف كاس القهوه اللي تحت، شوف ليون. ايوه اعطيني. يسعد صباحكم، صباح الخير، جود مورنينج. شوف مين هون الاسم، هيا شوت. جميل العصافير مع الورد، بس هاي متعوب عليها يعني. اذا في حدا بعث على الجروب تخيل يكونوا عاملين الورد يا اخي. جميل 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 يعني، يكون تعبان من قلبه رب عليها. اصبح عليكم واللي فيكم مكفيكم. شوف كيف معطيني طلع يا ريتني ما شفت، يا ريتني ما عملت زوم. انا كنت اعمل زوم بس مشان تشوف انه اطار يعني خط اسود مع اطار اخضر مع شادو حاد نسخه كوبي عنه ازرق. هذا هو الابداع. بس هاي لا تنتمي لجروب العيله، هاي تنتمي لجروب المتغربين. صباح الخير لاحلى طير، صباح الحب لاطيب قلب، صباح الهنا لعمري. دخل الطاووس. جميل بس لا هاي جميلة يعني، هاي مش من الستايل الخرافي. لاحظ الستايل بيقول لك انه خلي الكلام عريض كبير. لاحظ كيف كلمة صباح الخير معبي الصورة، اصلا ما في الصورة، هي صباح الخير وفي حاطين ضافة عليها صورة بس تمام. فلا هاي لا تنتبه لهذا الستايل لانه الخط كثير صغير يدوب ينقرأ، لازم يعبي. مش بيجيك زبون اللي هو من نفس هاي الناس بيقول لك كبر لي اللوجو عبي لي الصفحة تمام. ايش يا شباب هذا فن حرام مثلا. هاي معبي الصورة كلها بس حتى الفونت لازم يكون عريض. يا رب يوم جميل محاط بالخير والفرح الكثير. ايش الاسم اللي تحت؟ قهوة الصباح حلو. صهيب عبد رب جميل جميل جدا. بس يا صهيب كمان فشلت. ايش اللون الابيض اللي هون يا معلم؟ اعطيها احمر فاقع. انا بقول لكم ليش كان الموضوع صعب، لانه زي ما حكيت انتم متعودين على الاشي الجميل والبسيط اوكي، فهاي لازم تكون هيك احمر فاقع لون. ما الشخص اللي بيعمل هاي الصورة لا يرضى انه يكون عادي، لازم يعمل حركة غريبة. فاللون الابيض لا يعتبر لون فيه اشي غريب، حركة عادية تمام. يعني حتى هون ضايف اطار احمر لسه مسلك. جود مورنينج الزرقاء، مساء الخير. هذا ختمها احمد ابو حمدي، ختمها مع رجل الثلج مع مساء الخير. مبين الصيام مأثر عليك حبيبي، حكينا صباح الخير تمام. نشوف اخر اشي. ها ايوه صباح الخير الاحمر مع الجلو اللي بسطل مع يا فن يعني. هاي بتنزل بالجريدة والله. تعرف جد لازم ادور كيف كانت التصاميم زمان، كيف كانت المجلات يعني. القارمات بنفس هاي الطريقة والله. لازم اشوف شخص مين، تعالوا نشوف من مادة بقى، ونشوف جماعة خطاط اللي كانوا يعمل القارمات زمان. فيف مادة بعنا اللي بيعمل المحلات السياحية ستايل جديد كان حلو. بدي اتعمق بهذا الموضوع.
وحبيبي محمد موسى لازم بدي اشوف اصوله، بدي اشوف شو الطابق، من وين وصلتنا هاي الاشياء جد. تشوف صباح الخير على الغاليين مع استكاتش مع الحمام، مش جايبها اكبر من الحمام لسه الكاس، هذا برج يعني، هاي رهيبه. لا هاي مش منهم، ما هذا الفونت مش زي البقيه هذولاك، لازم يكون عريض ومعبي الصوره. رحاب خالد جميل، والالوان والصوره هاديه ومقصوصه صح. لا 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 هاي لا تليق، لازم تنقص زي هيك مثلا، هات نجرب، وتكون كلمه صباح الخير مقصوصه كمان مثلا، هيك هيك بتزبط مثلا. ها انا بدي اصير فنان وهذا الشيء، والله لازم نعطي دورات فيه. هات هاي منتديات كندا. منتديات كندا ايش بالبال هادي وكوب قهوه صباح الخير. اتفقنا اللون الاسود بهذا الفن ابعد عنه، والابيض بدنا هيك لون فاقع. شوف العصفور زي هاي مثلا، منتديات كندا رهيب رهيب. شوف هون صباح الخير ضحى فوتو. يا ضحى بتبعثيها على الجروبات بس، يعني هاي انت تعبان عليها، يعني لازم الخط يكون كثير كبير ومخرب الصورة اصلا. صح، يعني واحدة من خصائص هذا الستايل انه يكون الخط واضح جدا حتى لو خرب الصورة، ما بهمش، المهم الكلمات صح، تركيزهم على الرسالة، ما بهمهم الصورة، الصورة هي بس منظر هيك تنحط بالخلفية، فمش هدفهم الصورة تكون حلوة والخط صغير، لا الخط بده يكون قد الدنيا هيك صباح، زي ميم نون، ويا ميم نون دي شوية هيك بالضبط. سعيد صالح من هناك بلش اصلا الفن. وهون ختامها نور زعيتر، ليش مجمليته يا نور؟ طلع كيف عامل ستريتش للقلوب، يعني القلب ايش يعني ستريتش؟ القلب بيكون هيك فبتمط بالعرض وبالطول. في كل صباح رائحة القهوة وحدها مزاج، الله شوف الصورة المايلة مع النظارة، يعني رهيبين صراحة رهيبين، يعطيكم العافية. شئتم أم أبيتم أنا بقولكم من هسا، حتى أنا كليو كان واحد من أجمل التحديات، طاقة إيجابية، هو مضحك أوكي، إحنا مش متعودين عليه، بس إله خصائصه، هو يعتبر فن، والله ما بمزح، يعتبر فن وإله طرقه. هي أنا بقولكم لازم الخط يكون كبير أكبر من الصورة، مش مقصوص صح إلى آخره، ولازم يكون في بيت شعر. فزي ما حكيت الهدف كان إنه إحنا نتعلم من الأخطاء، ولاحظوا وكلكم أتوقع هاي في شغلتين أساسيات، الأولى إنه جد كان الموضوع صعب، كيف بدك تطلع صورة صعبة؟ أنا طول حياتي، وهاي أنا كليو واجهتها، طول حياتي عم بحاول أعمل إشي حلو، إشي حلو، إشي حلو، إشي حلو، فجأة بدي أبلش أعمل إشي غلط، ما بقدر، طبعي، إيدي، عيوني عم برفضوا هذا الإشي، وإشي جدا صعب. أنا بقولكم ما كان إشي سهل تعمل البوستر وكذا، كان مضحك بس مخك كان يرفض، أوكي؟ فحلو إنك تجرب تعمل الإشي المعادي للطبيعي. وهلا راح اكمل عن هاي القصه. هلا ثاني شغله، حلو انك تنزل هذا البوست وتركز انه لو كنت فنان ولو كنت موهوب ومبدع الى اخره، لكن اذا ظليت تحكي بس عن الفن المتابعين راح يملوا اخر شيء، بدهم شيء مسلي، يعني كل هلا في حتى الفنان بده يشوف شيء مسلي بالنسبه له. احنا بنحكي دائما عن المحتوى التافه، طب هاي محتوى تافه، لكن أنا بشارتك كل متابعينك راح يتفاعلوا معها هسه أكثر من كل الصور اللي صورتها قبل. هيك الناس طبعها، مش كلهم فنانين، في ناس راح يقول لك الموناليزا شو بدك الموناليزا بتخزي عادي، مو كل الناس الفنانين، مش كل الناس بتفهم بالفن، فحلو تعطوا جزء من وقتكم طاقتكم لهاي الناس لهذا المجتمع، تحاولوا تعطوه إشي مضحك إشي مسلي مشان يتفاعلوا معكم، لأنه من غير التسويق أو الناس هاي تتفاعل معكم صراحة راح يكون شوي صعب أنك تتقدم في مجال عملك. هلا بالنسبة للتحدي القادم بس بدي ننتبه لشغلة، راح ما راح نظل على نفس الستايل، هي كانت بس هيك تغيير جو وخف الدم، لكن بدنا نعمل إشي المعاكس تماما. مطلوب منكم يا حبايبي بالتحدي 14 اللي هو جمعة مباركة، لكن بستايل جميل، انه تنبعث على كروب العيله
وبدي تشوف ردة فعل على فكرة راح يستنفروا منها، لكن فعلا بدي تعملوا صورة وتصميم جميل، تصميم حديث لجيلنا احنا، ونعتبر انه بدنا نبعثه على جروب الواتساب. فهذا هو التحدي القادم حبايبي. هلا اللي راح يصير انه هاي حركة معاكسة لهذا الفن اللي احنا عملناه اللي هو فن جروب العيلة. فهاي بدي تعملوا صور تنبعث على جروب العيلة لكن مختلف تماما على الستايل، راح تكون جميلة، لها تصميم راقي، الكلمات جميلة، فيها فكرة، فيها بيوت شعر، ممكن انتو حرين بس تكون حلوة وتكون كلمة جمعة مباركة. ونشوف الفرق بين التحدي بكرة وبين التحديات اللي عملتوها اليوم، والفرق بين جيلنا الجديد والجيل القديم. والاثنين فنانين لكن الزمن عم بتطور وعم تتغير فكرتنا عن الفن ككل. تمام حبايبي، سعيد جدا بهذا التحدي وهاي الفكرة. ردة الفعل انا اتوقع حتى انتوا على الفيديو، وانا راح افرجيكم بالستوريز ردة الفعل عندي راح تبين على الداتا على اليوتيوب، انه فعلا هذا راح يكون اكثر شيء تفاعل لانه مسلي اشي غير. تمام، تذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. بشوفكم بكرة، مع السلامة.